اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، لسه مستمرين معاكم من رابع واخر ايام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. والحقيقه ان احنا النهارده كان بيشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج شباب الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وفي العديد من التفاصيل والموضوعات بخصوص هذا الموضوع، هذا الحفل وهذا كمان التخريج، وهنناقشه مع ضيوفنا دلوقتي ضيفتنا دكتور كريمه هلال سعيد، احد خريجي البرنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، فرصه سعيد. يعني خليني اقول لك ان من اهم ما يقال عن الاكاديميه ان هي المشروع او مشروع مصر القومي لبناء الانسان، وده اللي دكتور رشا راغب يمكن اكدت عليه النهارده. ازاي لمستي ولاحظتي ده خلال دراستك ومشاركتك في الاكاديميه؟ خليني ابدا كلمتي مع حضرتك بالجمله اللي دكتور رشا استخدمتها لما سياده الرئيس قال احنا عايزين شباب يشتغل في مصر ما يجربش فيها. الكلمة دي كانت قوية جدا، احنا اختياراتنا كانت صعبة، كنا 8000 متقدم والاختيار كان صعب جدا. دكتورة شاه ذكرت ان نسبة النجاح كانت اقل من 1%، وده كان مسؤولية كبيرة جدا من اول يوم، انك تكوني عارفة انك واحد من ضمن 8000 اتقدموا كان كبير جدا. فكرة بناء الانسان انا اكتر حد ممكن اقول لك عليها، لان انا اصلا دكتورة في وزارة الصحة، ما عنديش فكرة عن الاقتصاد القانون الدولي، بعرف زي كل الناس او كنت فاكرة ان عندي نوليدج كبيرة، لكن لما درست ده بشكل سبيسيفيك وعلى ايد ناس يعني اكسبرت جدا في الموضوع، عرفت انه في حاجات كتير عرفتها بشكل فني وكبير، وفرقت معايا كتير في ارائي اللي كنت مكوناها من قبل ده. فطبعا كل التجارب، وكنا مهتمين جدا ان الموضوع يكون براكتيكال وعملي، وزي ما حضرتك عرفت احنا كنا في تدريب ميداني، فحسيت انه كدخلت كشخصيه عندها خبره بسيطه في مجالها. يمكن هنا عايزه اسالك عن اهميه التدريب الميداني، ويمكن انت كنت بتتكلمي معايا قبل الهواء ان قد ايه ده اثقلكم وخلاكم فعلا يعني عندكم معلومات مختلفه وكمان مهارات مختلفه. عايزه اقول لك انه دايما الانسان البعيد عن التجربه ما بيقدرش يحكم فيها. انا دايما اقول انا لو محافظ كنت عملت وعملت وعملت، مجرد ما بتدخلي المطبخ زي ما بيتقال بتعرفي ان في عقبات كتير والدنيا صعبه والموارد لازم تستخدميها بشكل يحقق نجاح معين. فكانت التجربه العمليه مفيده جدا ومن اقوى الحاجات اللي حصلت لنا في البرنامج، وانا بشكل كبير وكل زملائي استفدنا جدا من التدريب الميداني. يعني في الاكاديميه في شركاء دوليين وفي ناس الحقيقه من مختلف دول العالم بتدرسكم اكيد، وبرضه بتزودكم بمهارات وبمعلومات مختلفه ومناهج كمان مختلفه، ده ازاي برضه فاتكم في دراسه هذه المواد وفي التخريج النهارده؟ بصي، فكره انك تكوني في مصر بس بتتعاملي مع وكاله فرنسيه، مع وكاله اجنبيه تانية مختلفه زي جنيفا، زي مجموعه الوكالات دي، بتديكي تقل كتير جدا في المعلومه، بتاخدي ثقافه من اكتر من مكان متنوع، من اكتر من طريقه سياسه ومدارس مختلفه. فطبعا ان انت تاخدي خريج خلال سنه كامله مش بس تديله تجربه قياده مصريه، لا تديله كل التجارب الدوليه، كانت اتقل حاجه واصعب حاجه واميز حاجه حصلت معاه. لسه مستنيين منكم المزيد والمزيد من التقدم ان شاء الله، وكل التوفيق ليكي ولكل الخريجين النهارده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريمه هلال سعيد، احد خريجي البرنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين، وبشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. احنا لسه مستمرين معاكم من تغطيه فعاليات رابع واخر ايام منتدى شباب العالم.